قال إن شاء الله ولايته والبر... لأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الله إن شاء الله ينقطع والبراءة من أعدائهم. معنا الأخ عنتر عبد العالي من مصر. أخ عنتر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والإكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا ترى السيد الحبيب الشيخ ياسر موجود؟ نعم موجود ويسمع. سلام نعم. الله عليك. في البداية كل عام وأنتم بخير وأسعد الله أيامكم إن شاء الله. وكذلك أنتم كل عام وأنتم بخير يا حبيبي. أهلا وسهلا بك. بمناسبة عيد الغدير عيد تنصيب الإمام الحبيب. نعم. سلام الله عليه. صلوات الله وسلامه عليه. في البداية أخي عنتر في البداية نحب أن نعرف كيف سلكت طريق التشيع وكيف تعرفت على التشيع وما هو السبب اليوم الذي دفعك لتعلن تشيعك على الملع وعلى الهواء مباشرة أمام الملايين؟ تفضل. والله يا حبيبي أولا أنا كنت عايش في ألمانيا في هانوفر. كان صديقي الوحيد وهو وأسرته السيد أبو مصطفى البحراني الغريفي. الرجل ده شيعي وكانوا أصدقائه شيعة. فالرجل ده أنا احتكيت به كثيرا لدرجة يعني كنا كأسرة واحدة في ألمانيا في هانوفر. وكان عنده أصدقاء كمان لكن هو كان الوحيد القريب جدا إلى قلبي هو وأسرته. فكان دائما يعني أشوف السلوك بتاعهم سلوك الشيعة وسلوك ما يقال عنهم أنهم السنة. فألاقي يعني أمور كثيرة لكن كان في غشاوة عند الواحد. فكان أرى الكرم عندهم، أرى نكران الذات، أرى عبادتهم الله أكبر 100% يا أخي، 150% عبادة، تقرب إلى الله، تقرب إلى سيدنا محمد، إلى آل البيت. وإحنا يعني ما عندناش ربع ما عندهم أو 5 أو 3% ما عند الشيعة. ومع ذلك كنت يعني كان في غشاوة أقول يا رب أو مصطفى رجل كريم وأهله ناس كرمة جدا وهذا هو الإسلام والتسامع عندهم. وكنت فاكرهم على ضلال وكنت بدعي لهم بالهداية أقول يا رب اهديهم يا رب اهديهم يا رب الشيعة دي غلط ليه كده الناس الطيبة دي منساقة كده. معايا حضرتك؟ معاك نسمعك. نعم تفضل. يا رب تكونوا فاهمين اللهجة بس. فاهمينك تفضل. اللهجة المصرية أحب اللهجات معروفة يعني. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي يا رجل يا هادئ يا شيخ ياسر يا حبيب. اللسان يعجز أن يقول عنك شعرا ويوفيك حقك يا رجل يا هادئ. استغفر الله جزاكم الله خير. يا حبيب قلبي والله العظيم يا رب أنت في الجنة ونحشر في زمرتك أنت وآل البيت وكل الحبيب القناة يا رب الناس المجتهدة يا رب انتوا في العليين ان شاء الله مع آل النبي كل من نصره هو في الأعلى ان شاء الله. المهم يا حبيبي دعيت قلت يا رب ليه الناس دي تكون في النار، ليه أبو مصطفى يكون في النار، ليه الناس دي يعني متدينة جدا. فإلى أن يعني روحت مصر وبعدين صار هو جزاه الله كل خير يمدني بالأحاديث ومن الكتاب ومن السنة ومن جميع المذاهب من عندنا. فالحمد لله تبصرت ولكن يعني أنا وصارت الغشاوة عن عيني وقلبي. فجزاه الله خير وأمدني بالكتاب جه هو في زيارة لمصر وأمدني أعرفني على صديق كمان مصري من كفر الدوار أعطاني كتاب أخشى أن أذكر اسمه ولا يعني الكتاب يعني اسمه ثم اهتديت. نعم. ودليل الكتاب ده موجود أيضا في يعني الصفحة والرقم الصفحة وكل اللي انت عاوزه موجود في البخاري وفي مسلم وفي النسائي وفي كل اللي احنا عايشين عليهم. ولكن كان في غشاوة يا أخي وإحنا عدنا كمصريين إن احنا لا نقرأ. وأنا أوصي جميع المصريين وجميع من يسمعنا يقرأ يعني الأول آية في القرآن اقرأ. طب احنا ليه ما بنقراش عن آل بيت النبي؟ ليه سايبين الأصل وبنمسك في الفرع؟
ثم يا حبيبي قرأت خلصت الكتاب ثم اهتديت. وكذلك أبو مصطفى البحراني، السيد أبو مصطفى البحراني ما تركنيش، الراجل ده جزاه الله عني خير. والله أنا دائما الراجل ده صورته أمامي، يعني بسبب أنه كان باب الباب اللي طرقته وأمدني بالعلم. وجزاكم جميعا الله كل خير. كيف تعرفت على قناتي فدك وصوت العترة؟ برضو عن طريق أبو مصطفى، يعني كذلك رجل أعطاني قناة فدك، وكنت دائما أتابعها وما شاء الله عليها في الاستنارة والتوضيح وطيبة القلب وطراوة اللسان. يعني لازم القلب يكون حجر ينهار أمام الناس اللي قصدهم بس الله ورسوله، بس هو اللي جوهرهم الله ورسوله. نعم. ما شاء الله. إذا كنت جاهز يا أخ عنتر، إن شاء الله يلقنك سماحة الشيخ الحبيب شهادة الإسلام الحق وتبايع أمير المؤمنين وأهل بيته في هذا اليوم المبارك. نعم. طبعا جاهز يا حبيبي، وهذا الـ 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 اليوم أنا أنتظره، وهذه الساعة، واليوم ده سيظل عندي احتفال، زائد أنه احتفال بتنصيب سيدنا علي كرم الله وجهه، سلام الله عليه، سلام الله عليه. فهذا أنا اليوم ده عندي هيكون عزيز والله، يعني مناسب في نفس المناسبة الجليلة تولية الإمام، سلام الله عليه. إذن معك سماحة الشيخ لتبايع، تفضل سماحة الشيخ. تفضل يا حبيبي. بارك الله بك يا أخانا الكريم، وأسأل الله أن يوصل صوتك هذا وندائك لعموم الشعب المصري الكريم إن شاء الله، ليعود إلى أصوله. يا رب يا رب فعلا يعود إلى أصوله يا حبيبي، صدقت والله، هي كانت أصولنا فاطمية، زهراء زهراء بيضاء. الله أحسن. أي والله يا سيدي. أنا أتمنى كمان قبل أن أنا في منتهى السعادة، في منتهى السعادة أن أنا بكلم سمحتك يا حبيبي، وأتمنى أكون خادمك في الدنيا والآخرة، أنت وآل البيت، خادم النبي وآل بيته عليهم السلام. والله يا حبيبي يعني قلبي يحبك، وقلب إذا تعرف عليك المصريون سيحبونك ويحبون قناة فدك العظيمة. بارك الله في كل عامليها وكل من ساهم فيها، والله العظيم حسناته ستناطح السحاب يوم القيامة إن شاء الله. كل من تشرف وعمل بها وساعدها وساندها، يا سلام يا حبيبي، ربنا يتقبل أعمالكم يا شيخ ياسر. وأنتم كذلك إن شاء الله أفرح. وأنا عندي كلمة والله، لو أنا ما زلت يعني أنا بحسد نفسي على هذه المقابلة، فأنا عندي كلمة لمصر الحبيبة والكل اللي بيسمعوني من مصر، وخاصة إلى الأزهر الشريف اللي مقصود منه الاستنارة لكل العالم وليس مصر. أسأله وأحاججه وأحاجج كمان أيضا الرئيس حبيبي الرئيس السيسي أن يحاجج الأزهر في آل البيت، أن يسألهم أهم مين الحق، مين الحق إن يدرس علمهم الغزير، الحق هم أهل النبي التابعين، سلالة النبي الطاهرة أطهر من مشوا على الأرض، أهم الحق أم من قدم بعضهم بستمائة سنة وسبعمائة سنة وألف سنة، مين الأحق؟ أسأله السيد الرئيس أن يكلف الأزهر وتفهيم الشعب المصري ويحاججهم أمام الله عن آل بيت النبي، عن علمهم إنه درس ويعمم وتنتشر شيعة سيدنا علي في مصر. والله العظيم لو انتشرت، لو صارت مصر شيعية لركبت العالم، والله العظيم لركبت العالم، لأن عندهم السماحة، لأن آل البيت عندهم السماحة ونكران الذات وحب الغير.
أحسنت أخي أنتر، أنا أستميحك العذر لأنه في هذا اليوم المبارك قد أخبروني الكنترول الآن أنه قد انهالت الاتصالات من الكثير ليريدون إعلان تشيعهم في هذه الليلة وفي هذا اليوم المبارك. طيب يا حبيبي، وأنا أنكر ذاتي إن شاء الله يلقنك شهادة الإسلام. تفضل تفضل، أنا آسف يا حبيبي، أنا آسف. أستغفر الله. لا، أحسنت وأجدت في ندائك هذا، وإن شاء الله يستجاب له. يا رب، الله يبارك فيك يا حبيبي. بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أولا أن اتجاه القبلة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله، جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن علي ولي المؤمنين أمير الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي، أشهد أن أمير، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، وأبناؤها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. رزقك الله الجنة بشفاعة محمد وآله الأطهار عليهم الصلاة. مبروك هنيئا لك أخي عنتر، مبروك إليك، هنيئا لك ركبت سفينة النجاة، ونشكرك على إسعاد قلوب المؤمنين والرافضة الأحرار في العالم كله اليوم. شكرا لك يا أخي عنتر. والله شكرا لكم من قلبي، أعزكم الله ونصر آل البيت عن طريق يديكم إن شاء الله. يا شكرا الله. يا حبيبي، أسألكم الدعاء. سلامنا للسيد أبو مصطفى الغريفي صديقنا العزيز. الله يسلمك، الله يسلمك، وجزاك الله كل خير، والسيد الهاشمي كمان صديق الدوار. شكرا، حياك الله أخي، أحسن، حياك الله. أيضا أيضا ما زال سيل التشيع جارف، والتشيع منطلق على قدم وساق في